الثنائي ديالي في داك السيد مسكين راه ما عرفش مالو هربان ليه ولا شي لعيب حتى شلا كرا من الفروم ديال وشنو هو المشكل ديالو غير هو دابا كان شرب بزاف بان ليا شرب بزاف وسكران وعاود شرب عاوتاني داك الشيء تخرباك وصافي. انا رايي في هذا الموضوع هذا بان هذا الشيء مش معقول حيت اللي يدير المشكل خاصو يكون عنده لا ريسبونسابيليتي بان يواجه هذا البروبليم هذا فهمتيني وخاصو يتحاسب كي الظالم والمظلم الظالم هو اللي خاصو يتحاسب المظلم لا. الموضوع ديالي خاصهم يمنوطيه اولا دوزيامون خاصو الواحد الخطيه والحبس يكون لي كان ملياردير ولا يكون ولا يكون ولد بوفر ولا كل شيء كيف كيف سي سا لا ديموكراسي ما هنا يا با. اولا سوء تربيه ثانيا ربما دافع هو المال او النفوذ يعني حتى المال كيعطي النفوذ طبعا الحال او ربما وراء المال والنفوذ كاين جهات انا ادري كتشجع على هاد لي براتيك انا جي عندي الفلوس دونك انا وباها دونك انا كان انا زعما انا زعما شرطي ولا غيره ولا خيره ما يسوى والو فهمتي دونك هذا سلوك مدان طبعا الحال خاص سميتو لا بوزي دي سيغ شورى قضائيه طبعا الحال لا جدال بان خصو يتعاقب ايا كان ابن المسؤول او ابن فهمتي انا كلشي طبعا الحال سميتو خص يكون العداله خصها تكون كاسان المشط فهمتي انا بعد الفيديو سوي كونتر هذه اول حاجه حيت اول حاجه ما احترمش البوليس اللي هو رجل امن هو كيحميه وجالس كيقول ليه يا مسي الكونستاتور كيسكو شي كونستات ولا ديك اصلا ما هضر ما حتى شي حاجه واصلا كاين في البدايه ديال الفيديو هو غادي بالفيراري ديالو غادي شامبواني كيحل وكيشرب عادي اول حاجه هادشي خاص يكون الامن بالليل واحد غادي بقرعه ديالو بحال هكا دي كومبان بوبليك وغادي كيشرب هذيك راه ماشي سوي كونت راه شي حاجه بزاف انا يشوفوا في تويوتا صغيره يقبطوا يشوف تويوتا لاند كروزر كبيره ما يقبطوش الا هضرتي مع البوليسي علاش هضرتي مع معايا ومع الاخر ما قبطتيش عنده سياره فخمه تيقول لك ما نقدروش غادي نوصلوا لواحد الدرجه وحنا نتعاقبوا فيها ولكن سا كومونس ا شونجي مع هاد مسيو الحموشي سا كومونس ان بو ا شونجي لي مونتاليتي كومونس مي سكيفو خصهم يعطيو لي زاموند لي زاموند ماشي ديال صغيره ولا هذا لي زاموند يحيدوا له كاريمون البيرمي ويدوزها على 3 سنين 4 سنين ولا 5 سنين كما تيديروا في اوروبا مسطا هذاك مسطا واش واحد بوليسي كيصور ليه في طوموبيل شو لعيبه شو كيتسلف معاهم غادي كيكمي في كارو ستافات ديال الاخر كيديرها مسطا هذاك هربان ليه وصافي ولكن البوليسي على حساب ما شفت الفيديو ما عليه والو داير خدمته والدري بقى يستشف الزبير الدري هو اللي خاصو ياخذ المسؤوليه ديالو البوليسي ما عليه والو وسلوك يعني هاد الابناء المدللين بصفه عامه كيكونوا بطبيعه الحال ما عندهمش تربيه فهمتي والمال الزايغ كيدفع للسلوك الزايغ بهذا المعنى هذا وزيدون انه في ديك اللقطه الرجل الامن خاصو يكون هو تيق في راسو وبارك هو شاد عليه فيديو سيلفي وبارك يقول لي مسيو لو كونستاتور كاسكو تي كونستات ديك الساعه خاص تاخذ اجراءات مع داك السيد جو فوا فهمتي الوغ انا سو كونت خاد السيد وخاص تاخذ اجراءات على مقبلو باش هادشي ما يبقاش ماشي انت ولد فلان ولا ولد فلان كيف ما كنقولوا الدستور والقانون فوق من اي واحد واي واحد يدوي على حقه باش حنا في بلاد القانون كيف ما كنقولوا وهادشي اللي كاين ونزيدوا على انه غادي في الامبولانس وغادي كيكمي صافي سالات العذره نقطه